هنروح لخبرنا الاخير المحلي الاخير او القبل الاخير. عندنا 120 لاعب يشاركون في البطوله العربيه لدرجات المضمار بالقاهره. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان عندنا مضمار كبير في استاد القاهره وبيتلعب عليه البطولات الدوليه وبيستعين بيه الاتحاد العربي. هو ده المضمار بيستعين بيه الاتحاد العربي في تنظيم الكبرى او البطولات الكبيره. اعلن مسؤول الاتحاد العربي للدرجات برئاسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي عدد اللاعبين المشاركين في البطوله العربيه رقم 12 لدرجات المضمار واللي هتتلعب في مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهره زي ما قلت لحضراتكم خلال يومي 24 و25 نوفمبر اللي احنا فيه. البطوله هتتلعب تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي ويشارك فيه 120 لاعب ولاعبه من 6 دول وهي مصر السعوديه الامارات الجزائر السودان وقطر. الاجتماع الفني للبطوله هيكون بكره باذن الله الساعه 6 بالليل بمشاركه البعثات والحكام والمنتخبات المشاركه. واكد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدرجات ورئيس الاتحادين المصري والافريقي اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الخاصه بالبطوله. وقال ان الاتحاد العربي عنده ثقه كبيره في مصر ومنشاتها في ظل تنظيم مصر لاغلب الاحداث الرياضيه الكبرى في الفتره اللي فاتت والنهضه الرياضيه الكبيره سواء على صعيد المنشات او الكوادر البشريه او التجهيزات اللوجستيه. خبر يعني بيتكرر كتير، الاتحادات الاقليميه والعربيه والافريقيه والدولية كمان بتسند على مصر جامد وبتستعين ببنيتها التحتية الكبيرة اللي تمت في الرياضة في 7-8 سنوات اللي فاتوا على رأسها طبعا المدينة الأولمبية اللي هتبقى حدوتة وحديث العالم كله في العاصمة الإدارية، معمول على أعلى مستوى ستاندرد عالمي في الإنشاءات، حاجة ما حصلتش بعد افتتاحها كمان. النهاردة انت بتلعب بيه أو بتعتمد على المنشآت اللي اتبنت زي برج العرب وزي صالة حسن مصطفى وزي مضماء يعني وتطويراتها حصلت في استاد القاهرة، ما بالك بقى لما يخش في الخدمة وفي بعض الصالات بدأت تخش في الخدمة وبعض الألعاب زي الرماية مثلا بتتعمل في العاصمة الإدارية. بس القصد أقول لك لما تخش المدينة الأولمبية بالكامل إن شاء الله في خدمة الرياضة المصرية هتأد فاليو غير طبيعي. النهاردة أنت عندك 3 صالات مغطاة بفئات أو ساعات جماهيرية مختلفة، عندك ماتش كبير النهاردة، 3 صالات دول يعني يكفوا لتنظيمك كأس عالم لكرة السلة. ممكن تحتاج صالة واحدة معاهم كمان، يعني ممكن تحط مجموعة برج العرب وتلاتة في العاصمة الإدارية. أنا قصدي أقول لك إن أنت النهاردة بالصالات المغطاة بالمضمار الفروسية بالرماية بالشغل اللي معمول بالحمام السباحي الأولمبي بالشغل اللي معمول هناك، أنا أتصور إن هتكون قيمة كبيرة مش بس في مصر، لا في أفريقيا كلها. فإن شاء الله بعد افتتاحها هنشوف أخبار كبيرة جدا عن استضافة مصر لبطولات كبيرة، وده في الآخر بيعود بالنفع على لاعبتنا وبيعود بالنفع على كوادرنا سواء الإدارية الكوادر الفنية، أكيد أكيد يعني هيبقى الموضوع ليه استفادات كبيرة جدا جدا.